أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج الاتجاه شمالا، والذي نتابع فيه أهم أخبار القارة الأوروبية. في هذه الحلقة سنتناول ملفين أهمين. الملف الأول نتحدث عن آخر تطورات أزمة اللاجئين والمهاجرين، وذلك بعد أن وافقت ألمانيا على استقبال 1,000,000 مهاجر ولاجئ في أراضيها، وذلك بعد فشل دول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن نظام الحصص، وأيضا إعلان بعض الدول مثل المجر والنمسا أن تغلق حدودها أمام أي مهاجر أو لاجئ. سوف نناقش أزمة اللاجئين والمهاجرين، وذلك في حوار خاص في الاتجاه شمالا. أيضا سنتطرق إلى ملف آخر، وهو ماراثون الانتخابات اليونانية القادمة والتي ستنعقد يوم الأحد المقبل. ملفين هامين سنلقي عليهما الضوء في هذه الحلقة من الاتجاه شمالا، ولكن بعد فاصل قصير، ونتابع بعده أهم أخبار القارة الأوروبية. نبدأ هذه الأخبار من ألمانيا، حيث أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية اعتراضها على الاستعانة بقوات برية في سوريا، وقالت إن هناك حاجة ماسة لحل دبلوماسي كبير في ظل كثرة الأطراف المتنازعة والمتصارعة في سوريا. وخلال مشاركتها باجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعت لعقد مباحثات يتم فيها استيضاح أي الجماعات التي سيتم دعمها في سوريا، وأشارت إلى أنه لابد من تسليح هذه الجماعات ولابد من تدريبها للقتال هناك. نتحول إلى ما صدر في جريدة شارل إبدو الفرنسية، هذه الصحيفة التي تعود إلى الواجهة مرة أخرى من جديد بعد نشرها لرسم كاريكاتوري جديد بيسخر من موت الطفل السوري إيلان الكردي غرقا في سواحل بوردوم التركية، والذي أثار ردود فعل واسعة النطاق. مواقع التواصل الاجتماعي تداولت هذه الرسوم بشكل مختلف، بعضهم عبر فيها عن غضبه الشديد من عدم احترام الصحيفة لمعاناة المهاجرين ومحنتهم، كما وصفوا شارل إبدو بالعنصرية، في حين قال البعض الآخر إن هذه الرسوم تعتبر أسلوب آخر لإبلاغ مآسي المهاجرين. ونتحول إلى بريطانيا، حيث قال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إن نسبة التضخم في البلاد انخفضت إلى 0% في شهر أغسطس الماضي، وذلك بعد أن سجل في الشهر الذي سبقه نسبة بلغت 1%، وتعتبر حرب الأسعار الشرسة الدائرة بين شركات السوبر ماركت الكبرى في بريطانيا بمثابة السبب الرئيسي وراء هذا التراجع الواضح، إلى جانب أيضا تدني الأسعار الخاصة بالمحروقات. من المعروف أن الاقتصاد البريطاني كان قد سجل تضخم سلبي في إبريل لأول مرة منذ 55 عاما. ومن بريطانيا نتحول سريعا إلى تركيا وما يحدث هناك، حيث أن موجة العنف التي تعرفها تركيا ما زالت متواصلة ومستمرة حتى الآن. أصيب 13 جنديا إثر انفجار قنبلة في إحدى طرق إقليم موش شرق البلاد. قوات الأمن نسبت انفجار قنبلة في إحدى طرق إقليم موش إلى مسلحي حزب العمال الكردستاني. انهيار اتفاق وقف اطلاق النار بين القوات التركية وحزب العمال الكردستاني في يوليو الماضي ادى الى تفاقم الاوضاع الامنية في الجنوب الشرقي لتركيا، حيث غالبية السكان اكرد. وحول المشادات التي جرت مؤخرا في إسبانيا يدور تفاصيل هذا الخبر. وقعت مشادات في بلدة توريثياتس في وسط إسبانيا تحديدا بين مدافعين عن حقوق الحيوان وأنصار احتفال يقوم على قتل ثور بالرماح بشكل جماعي. التقليد يدعى بتورو دي لابيجا ويعود للقرون الوسطى. سوء معاملة الحيوانات تحديدا الثيران تشهد معارضة متزايدة في إسبانيا بلد مصارعة الثيران. منظمو احتفال هذا العام تجنبوا إظهار مشهد الدماء على وسائل الإعلام بعد انتقادات عنيفة طالتهم العام الماضي. نصل الآن بعد متابعة أهم الأخبار الخاصة بالقارة الأوروبية، تجولنا بين كثير من دول القارة الأوروبية، نصل إلى المحور الأول في حلقة اليوم، أزمة المهاجرين واللاجئين. كما ذكرنا، ودعوة ألمانيا إلى استقبال 1,000,000 لاجئ ومهاجر، وأيضا بعض الدول الأخرى التي رفضت أن تفتح حدودها أمام المهاجرين واللاجئين. التفاصيل سنتابعها في هذا التقرير، ثم نعود إلى ضيفي الكريم.
ما هي إلا أيام قليلة حتى انقلبت قرارات وتصريحات المسؤولين الأوروبيين بشأن أزمة اللاجئين. ألمانيا التي تزعمت التيار الأوروبي الموافق على استقبال جميع اللاجئين قررت إعادة فرض الرقابة على حدودها من أجل احتواء تدفق المهاجرين، معلنة أنها لم تعد قادرة على استيعابهم بعدما فتحت أبوابها أمامهم، مما يشكل تفاقما جديدا لأزمة الهجرة التي تشهدها القارة. وإعلان برلين يعتبر تشددا واضحا في موقف ألمانيا التي قررت في نهاية أغسطس تعليق العمل باتفاقية دبلن. وتتوقع ألمانيا وصول عدد طالبي اللجوء هذه السنة إلى 800,000 ورقم قياسي. فيما دعا وزير الداخلية الفرنسي كازونوف دول الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام الصارم بقواعد شنغن والقاضية بقيام دول الوصول بتسجيل اللاجئين الذين عبروا الحدود الخارجية للاتحاد. وأوضح الوزير الأوروبي أن عدم التزام بعض الدول بقواعد شنغن دفع ألمانيا إلى إعادة فرض الرقابة على حدودها بصفة مؤقتة بهدف احتواء تدفق اللاجئين على أراضيها. في المقابل أكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الحيلولة دون التحول إلى خليط من الدول ذات اللوائح الحدودية المختلفة، وما قد يضع آلاف اللاجئين في مأزق قانوني. تغيير المواقف الأوروبية جاء عشية اجتماع مزمع في بروكسل بين وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي لبحث مسألة تقاسم عبء اللاجئين وسبل مواجهة أزمة المهاجرين الأعنف التي تواجه أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وبعد متابعة هذا التقرير يشرفنا في استوديو نيل الأخبار السيد فولكهارد فانتفور رئيس جمعية المراسلين الأجانب بالقاهرة، مراسل لوسائل إعلام ألمانية متعددة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك. كما تابعنا في هذا التقرير أنه يعني آخر التطورات الخاصة بالاجتماع الأخير اجتماع بروكسل أنه حدث فشل بين وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن نظام الحصص، برأيك ما السبب في هذا الفشل؟ لازم نقول في الأول تمهيلا لمناقشة مثل هذه الموضوعات أن الاتحاد الأوروبي لا يحل محل الدول. أوروبا إلى يومنا هذا عبارة عن أوروبا الأوطان، بس كل وطن معنى ذلك لها برضو حكومة وقوانين وفي اتفاقيات كثيرة تم الاتفاق عليها في المجال الاقتصادي والإداري في بعض الهيئات، بس رغم ذلك كل دولة لها سيادتها الاستقلالية والمساعي اللي بذلت فيما مضى إلى التوصل إلى إنشاء ما يسمى دولة الاتحاد الأوروبي لسه لم نقطع بعض المسافة كاملة. بالنسبة للمشكلة حاليا، يعني مش المشكلة الأولى من هذا النوع من المشاكل التي فشلت أو بلش لم تتوصل دول فيما تعلق بأزمة اللاجئين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق شامل، وهذا شيء طبيعي زي ما قلت. ولكن في نفس الوقت ما هذه شيء طبيعي ان هم لا يتوصلوا الى اتفاق بشان نظام الحصص فيما يتعلق باللاجئين او المهاجرين. بس اكثر من هذا، ان انا اعتقد المعيار نفسه او المعايير يجب ان تتوحد كي تتوصل او كي تتمكن من التوصل الى اتفاق يلزم الجميع. وانا استبعد ان الاتحاد الاوروبي، انا 28 دوله الاعضاء في الاتحاد الاوروبي تتوصل في المستقبل القريب إلى حل منظم لكل الأعضاء دول 28 في نفس الوقت. طيب قبل ما ننتقل، عشان الكلام اللي حضرتك بتقوله برضو مهم جدا سيد فولكهارد، هل ما أعلنته ألمانيا
أنها على استعداد لقبول 1,000,000 مهاجر أو لاجئ على أراضيها، هل هذا بيعكس وجود خلاف وجهات النظر بينها وبين باقي دول الاتحاد الأوروبي اللي أعلنت بعض الدول أن هي ستغلق الحدود أمام اللاجئين زي ما ذكرنا المجر والنمسا وزي ما تابعنا أيضا في هذا التقرير؟ بس ده شيء طبيعي برضه. المجر سكان العالم 10,000,000 نسمة، وفي نفس الوقت لا تستطيع أن تستوعب أعداد كبيرة، ده شيء طبيعي. وفي نفس الوقت أعتقد المطالبة بأن كل الغير أوروبيين أو كل مواطن غير أوروبي الذي يصل إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن يسجل بحيث أن ما يحصلش مثلا من الفوضى. ألمانيا تنظر لها قبل قرشين آخر إلى ضرورة مساعدة واستقبال الناس المحتاجين إلى مساعدة إنسانية إلى الإيواء، ولكن في نفس الوقت نحن نرى أنه يجب في الفترة اللي تلي استقبال وإيواءهم في مراكز الإيواء المؤقت الفوري، عملية يعني إلى رسميات مثلا التسجيل والتحقق من هوية كل الأشخاص اللي وصلوا. وأعتقد هذا لا يتنافى مع الاستقبال الفوري وفتح الحدود لكل من هو في حاجة إلى إيواء ومساعدة إنسانية فورية. وهذا ما يحدث. هذا ما يحدث. عندما قال الوزير الاقتصاد الألماني اللي هو في نفس الوقت رئيس الحزب الاشتراكي الاجتماعي وهو نائب مستشارة أنجيلا ميركل أنه يتوقع أن عدد الذين سيصلون إلى ألمانيا قبل نهاية العام قد يصل إلى 1,000,000 نسمة، أعتقد هو لم يخطئ. ولكن في نفس الوقت ليس معنى ذلك أن من المتوقع أن مثل هذا العدد الضخم سيبقى في ألمانيا فترة طويلة. طيب أنا ارتباطا علشان كده أنا يعني قطعت حضرتك عفوا، ولكن هو سؤال مرتبط بما ذكرته، إنه في تصريحات رسمية ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية، هذه التصريحات بتفيد إنه سوق العمل مفتوحة أمام هذا العدد من اللاجئين الذين قدموا بالفعل أو قدموا بالفعل إلى ألمانيا. هل القوانين اللي موجودة في ألمانيا بتوافق على إنه اللاجئين أو المهاجرين من الممكن إن هم ينخرطوا في سوق العمل الألماني؟ أنا أقول لحضرتك حاجة. تفضل. ألمانيا تفتح أو يعني حتى تستثني قوانين موجودة في حالة حاجتها إلى إقصائيين في مجالات معينة. مثلا ده من حوالي 10 سنين بدأت أعطت ألمانيا حق العمل في ألمانيا ل 5,000 خبير هندي في الاتصالات، لأنه ما كانش عدد كافي هندي ما لهمش علاقة بالاتحاد الأوروبي نهائيا، ولكن كل حالة تبحث وفي ضوء نتيجة البحث وإذا كانت إن حاجة لها طبعا يتخذ القرار المناسب وما فيش أي مشاكل من هذا النوع. في نفس الوقت فعلا ألمانيا في حاجة إلى عدد معين لسه ما نعرفش كم من غير الألمان. طبعا الأفضلية دائما يكون حسب القانون الأوروبي إلى رعاية دول الأعضاء 28 الاتحاد الأوروبي، وإن لم يكفي هذا العدد طبعا من حقنا أن نختار أن نقبل الناس أكفاء نحتاجين لهم في وظائف معينة حسب الحاجة وحسب البحث. وهذه العملية طبيعية جدا، وأنا أعتقد أن عدد لا بأس به أو نسبة حتى لا بأس بها من 1,000,000 غير أوروبي اللي وصل لألمانيا قد يبقى وقد يسمح بالبقاء، ولكن دون شك أن هنالك عملية بحث وتحقق من الهوية أولا، وهذا شيء طبيعي، ده مش معارض
للمبدأ الأساسي مساعدة وإسعاف الفوري والإيواء وما على ذلك. وفي توقعات تقول أن من المليون إذا وصل المليون أعتقد هيوصل على المليون، قد يبقى حاجة زي 70,000 80,000 ممكن كمان أكثر من 100,000 لفترة طويلة إذا توفرت الشروط التي موجود تبقى موجودة، وإذا استوفيت هذه الشروط ممكن يزيد العدد، ده شيء طبيعي. مصر مثلا برضو من الدول التي استقبلت منذ القدم الملايين من الناس الهاربين من ظروف مختلفة. يعني حاليا ممكن أقول إن مصر فيها 5 مليون غير مصري مقيمين ومتمتعين بمساعدة وحتى معاملة متساوية مع المواطن نفسه. يعني مصر في إفريقيا وألمانيا في أوروبا في مقدمة الدول التي تقدم وتفتح حدودها إنسانية، وهذا أعتقد منطلق مشترك جميل. طيب ينضم إلينا أيضا في هذا الحوار سيد فولكهارد السيد فراس كيال من كوبنهاجن، مسؤول العلاقات الخارجية بالمقر الخاص المقر العام للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. سيد فراس أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بك سيد فراس. في البداية، ما الدور الذي تقوم به المفوضية فيما يتعلق بأزمة اللاجئين والمهاجرين حاليا؟ شكرا على استضافتي. في الواقع يعني ما نقوم به يختلف من دولة إلى دولة. ما نقوم به في أوروبا، أوروبا قارة غنية وقارة كبيرة وقارة لديها مؤسساتها الوطنية للاجئين وتشريعاتها الوطنية المتعلقة بسياسات اللجوء، فيكون دورنا بالعمل على الحفاظ على هؤلاء اللاجئين مع الحكومات المعنية نفسها. ليس لدينا دور في بناء مخيمات كما نفعل في الدول النامية الفقيرة، لكن بالنسبة للحالة الأوروبية ونظرا لأن هذه أكبر أزمة نزوح تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، عرضنا على الدول التي تستقبل العديد من هؤلاء اللاجئين بالذات دول أوروبا الشرقية، عرضنا على مساعدتنا. بعضهم قبل وبعضهم لم يقبل. يعني أبرز هذه المساعدات سيد فراس؟ مساعدات تتمثل في بناء مخيمات بشكل سريع لإيواء هؤلاء الناس الذين هم على الطرقات السريعة في أوروبا، أو بناء المساعدة في بناء مراكز استقبال كي تدرس طلبات هؤلاء الأشخاص، أو تقديم المشورة والعون القانوني، أو حتى تقديم بطانيات ولحف وبضع الغذاء. يعني لكن دعينا لا ننسى أننا نحن في أوروبا وهذه الدول لديها القدرات. المشكلة ليست في القدرات لتقديم المساعدة الإنسانية هنا، المشكلة في أن أوروبا كشكل كقارة كاملة لا تتبنى موقف محدد وموحد بالزبط لمساعدة هؤلاء اللاجئين. بالزبط. نرى كل دولة وبيظهر يعني بيظهر بوضوح هذا التناقض بين مواقف الدول الأوروبية زي ألمانيا وأيضا بالنسبة للمجر. ومن ثم هذا سؤالي لحضرتك سيد فراس، يعني ما دور المفوضية إذا ما وجدت أن هناك تناقض واضح بين قوانين الدول وبين شروط الهجرة؟ ما الذي ما هو الدور المنوط بالمفوضية أن تفعله إزاء هذا التناقض؟ يعني بالنسبة لموضوع شروط الهجرة، نحن نقول هذه أزمة لاجئين وليست أزمة مهاجرين، لأن الغالبية من هؤلاء الأشخاص يأتون من دول فيها صراعات محتدمة واقتتال وحروب أهلية. نعم هناك بعض المهاجرين كنسبة 20 أو 25% من نيجيريا ومن دول، يعني مهاجرون اقتصاديون يسعون لحياة أفضل، لكن الغالبية العظمى منهم من سوريا ومن العراق ومن أفغانستان، وبالتالي هم لاجئين وليسوا مهاجرين. بالنسبة للاجئين نحن كمفوضية نقول هذه الدول موقعة على الاتفاقيات الدولية ويجب أن تحترم حقوق اللاجئين في طلب اللجوء. في هناك دول متعاونة جدا كألمانيا وكفرنسا وكسويد، وهناك دول لا تتعاون بالشكل الكافي كدول أوروبا الشرقية، وهناك دول كالمجر تقوم ببناء سياج على حدودها واليوم تستخدم خراطيم المياه
والغاز المسيل للدموع ضد هؤلاء اللاجئين. نعم. يعني هذا في الواقع أمر غير مقبول، ونحن دعا المفوض الثاني للتو هذا المساء دعا المجهر إلى الالتزام بالمبادئ القانونية التي وقعت عليها، الالتزام بالمبادئ والقيم الأوروبية التي أظهرتها المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي والحكومة السويدية وغيرها من الدول المتعاونة، والالتزام بالقانون الدولي الذي يعطي لهؤلاء اللاجئين الحق في طلب اللجوء وإن دخلوا بطريقة غير شرعية. يعني ما قام به حكومة المجر والبرلمان المجري من إصدار قانون يعاقب بالسجن 3 سنوات لكل من يقطع الحدود بغير شرعية والذي دخل حيز التنفيذ البارحة، هذا متعارض مع الاتفاقية الدولية اللاجئين التي وقعت عليها المجر، ومتعارض مع العديد من الأحكام القانونية والفقه القانوني في أوروبا. طيب كيف إذن يتم التعامل مع هذا التعارض الذي ذكرته؟ يعني نحن في النهاية ليس لدينا سلطات على هذه الدول، نحن منظمة شؤون اللاجئين وبإمكاننا التنفيذ والعمل مع الحكومات. دائما نحاول التفاوض مع هكذا وضع ومع الحكومات التي لا تنفذ التزاماتها، ونحاول تقديم الحلول، وقد قدمنا للمفوضية الأوروبية اقتراحات، والمفوضية الأوروبية وضعت اقتراحات عملية لحل هذه الأزمة على طاولة وزراء الداخلية الأوروبيين في اجتماع يوم الاثنين ويوم الثلاثاء، لكن للأسف الدول في أوروبا منقسمة في الرأي حول هذا الموضوع، ولم يتوصل هذا الاجتماع إلى نتائج ترقى إلى حد هذه الأزمة. يعني يتكلمون عن إعادة توطين 40,000 لاجئ، إعادة نقلهم داخل أوروبا، وهذا الكلام جيد جدا، لكن يعني نتكلم عن ما يقرب 500,000 لاجئ قدموا منذ بداية السنة، ونتكلم عن العديد 4 ملايين لاجئ في الدول المجاورة لسوريا وصلت بهم حالة اليأس والبؤد إلى أن يأخذوا زمام المبادرة بيدهم وأن يقرروا القدوم عن طريق قوارب الموت. نحن نقول هؤلاء اللاجئين يجب أن يأتوا، يكون لهم الفرصة القانونية لأن يأتوا بشكل قانوني بالطائرة وليس بقوارب الموت. يجب أن يعطوا احتمال تأشيرات سياحية وتأشيرات عمل وتأشيرات دخول بسبب لم الشمل ومنح دراسية وحالات إعادة توطين عن طريق المفوضية بأعداد أكبر من الأعداد التي لدينا اليوم. للأسف يعني لا نرى كل هذا يحدث، بالإضافة إلى عدم وجود حل سياسي لكل هذه الصراعات، نرى أن الوضع يتفاقم إلى ما وصلنا إليه الآن. جزيل الشكر سيد فراس كيال من كوبنهاجن، مسؤول العلاقات الخارجية بالمقر العام للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. برجع لحضرتك تاني سيد فولكهارت. سيد فراس، الحقيقة يبدو أنه متشائم إلى حد ما فيما يتعلق بعدم القدرة إلى الوصول إلى محاولة تقريب وجهات نظر دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بأزمة اللاجئين. هناك تناقض واضح بين قوانين هذه الدول وبين شروط الهجرة، وحضرتك ذكرت كده. طيب الدول العربية برضو قوانين مختلفة. طيب ايه الحل للخروج من هذه الأزمة؟ يعني ايه الحل اللي من الممكن ان هو يتواجد على المدى القصير من اجل الخروج من هذه الأزمة او محاولة تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بأزمة المهاجرين؟ اعتقد التوقع ان الاتحاد الاوروبي، اعضاء الاتحاد الاوروبي تتوصل في المستقبل المنظور الى حل بحيث ان يكون معايير ملزمة، هذا توقع غير واقعي. إذن أعتقد لا أعتقد أن ألمانيا حتى في سياستها الحالية تتمكن من التأثير على دول أخرى، وإن كانت هي الدولة الاقتصادية الكبرى في أوروبا، ولكن كل دولة لها قيمها. من ناحية ثانية أنا أعتقد والمستشارة ميركل أدلت بتصريحات مهمة جدا، وبعض الناس فسرت تفسير خاطئ، قالت لابد أن نعمل شيئا للتأثير في الوضع في سوريا نفسها من حيث يأتون. ومعنى ذلك طبعا دون شك أن مواطنين ألمان وغيرهم من الدول الأوروبية يرون أيضا أن أسباب هجرة أو هروب
المئات الألوف أو الملايين سببا أساسي أن أوضاع في أوطانهم، ومنها سوريا ومنها أفغانستان ومنها الأخرى. بس حضرتك مش شايف أنه يعني على الرغم من المخاطر أمنيا بشكل نسبي إلى أنه هناك يعني وده شيء واضح إصرار من قبل المهاجرين على التوجه إلى ألمانيا بشكل خاص؟ ألمانيا في ملايين من الأجانب، حوالي 3 مليون أجنبي. بيتم توزيعهم إزاي سيد فولكارد على الولايات الألمانية المختلفة؟ في ملحوظة، ألمانيا تتكون من ألمانيا اتحادية، يعني اتحاد من 16 ولاية. أيوة. وكل ولاية لها حكومة ورئيس وزراء و كمان يعني قوانين خاصة. مثلا ولاية بافاريا كبيرة وأكبر من نجر نفسه حتى سكانا ومساحة، وهي تطبق سياسة يعني ممكن سميها سياسة حذرة من ناحية قبول زي ما بيقولوا بالعربي أي من هبودب. ده مفهوم لأن الحزب اللي يحكم هناك حزب يعتبر يعني إلى حد ما يعني محافظ أو محافظ جدا، ولكن في نفس الوقت ما فيش تعارض بين الإصرار على ضرورة التأكد من هوية كل من يحضر إلى ألمانيا بالذات والتأكد من أن هنالك فعلا أسباب مقنعة لقبولهم. ولكن في الأول وده الأساس نستقبلهم، لا نبني سور أو أي موانع، نستقبلهم نأويهم. بس بعد كده برضو ده شيء طبيعي، لا يمكن أن أنا لا أجد ألمانيا واحدا اللي بيقول لازم نقبلهم زي ما هم نخليهم ألمانيا على طول. لا، ده مش مطلوب. كل شخص يجب بحث وضعه. طيب حضرتك مش شايف سيد فولكارد انه في داخل المجتمع الالماني نفسه في نوع من انواع التناقض، انه في بعض الحركات العنصريه التي تحارب مساله المهاجرين او اللاجئين، وبين بعض التظاهرات المرحبه بايجاد وبوفود هؤلاء المهاجرين واللاجئين؟ كيف تفسر ذلك؟ لا ارى ذلك. عندنا 3 مليون او 2 مليون و700 الف تركي بيشتغلوا عندنا من زمان، منهم اكثر من مليون اخذوا الجنسيه الالمانيه، منهم واخدين مراكز حلوه حتى سياسيه واقتصاديه حتى في فرق. يعني هذه الحركات العنصريه ليس لها دور فعلي في داخل المجتمع الالماني؟ لا عنصريه ما فيش. ولكن من ناحيه ثانيه اذا كنت الماني او غير الماني تحب تعرف اللي جايين من برا، عايز نعرف على الاقل مين هم؟ من هم؟ نعم. واذا فسر هذه الرغبه في معرفه من ياتي والتحقق معها على انها عنصريه يبقى ده تفسير خطا. طيب سؤال اخر لحضرتك، هل من الممكن معلش اقول حاجه بالنسبه لمصر؟ اتفضل. في افارقه كتار يجوا لمصر. نعم. وفي منهم هاربين من الجهات الرسميه ويحاولوا عبور الحدود حتى في سيناء ويروح لإسرائيل مثلا. أنا عايز أقول مصر أيضا قلبها مفتوح لكل من يريد أن يلجأ إليها لأسباب كثيرة، ولكن في حدود معينة لازم احترامها. لذلك في شيء، ألمانيا أيام نشبت الحرب في البوسنة والهرسك وقبل ذلك بين صربيا والكرات ظهرت هناك مذابح فظيعة شنيعة. ألمانيا أول دولة في العالم اعترفت بالبوسنة والهرسك كدولة مستقلة. وانتقدوا ألمانيا لهذا القرار. ولكن الأمم المتحدة في الآخر وافقت، وهكذا فتحنا باب التوصل إلى حل. ربما 100 ألف بوسني
لجأوا إلى ألمانيا استضفناهم كلهم. ولكن في نفس الوقت بدأنا فورا في التأثير في أرض البصنة لتحسين الأوضاع لكي يعودوا مرة ونصهم حوالي بعد حوالي 5-7 سنين رجعوا. يعني النية موجودة وحسنة وعلاقتنا زي الفل وما سألناش كانوا مسلمين ومسيحيين مش نعملوش موضوع. طيب أنا كان في سؤال مهم الحقيقة كنت عايزة أسأل حضرتك بس هنأجله بعد يعني هذه المداخلة لأنه بينضم إلينا أيضا في هذا الحوار عبر سكايب من مدينة دوزلدورف الألمانية السيد جمال قارسلي النائب السابق بالبرلمان الألماني. أهلا بحضرتك يا فندم سيد جمال. أهلا بحضرتك. سيد جمال، آخر الإجراءات التي أعلنت عنها فرنسا من أجل الحد من أزمة اللاجئين والمهاجرين. خبرنا ليس فرنسا، هو كل الاتحاد الأوروبي الآن يتفاعل مع القضية دي، ثم يريد أن يقوموا بقمة استثنائية للاتحاد الأوروبي، ومن المحتمل أن تكون في الأسبوع القادم. هم يريدوا أن يوزعوا اللاجئين بشكل عام على كل الاتحاد الأوروبي ويحاول أن يجدوا حل هذا الموضوع. الموضوع ليس من فرنسا، الموضوع يهم كل الدول الاتحاد الأوروبي وخاصة ألمانيا، لأن أكبر عدد اللاجئين يأتوا الآن إلى ألمانيا طبعا والسويد. اليوم قبل يوم البارحة كان في مؤتمر صحفي للمستشارة الألمانية ميركل مع رئيس جمهورية المنطقة، وقال علينا أن نقوم بهذا المؤتمر الاستثنائي وعلينا أن نتضامن الآن مع بعضنا البعض ونحن نعلم بأننا نقف أمام حتى المعضلة الكبيرة تشبه المعضلة المالية التي مر فيها الاتحاد الأوروبي. إذن كلهم يحاولون، أكثر الدول التي عليها الضغط هي ألمانيا والسويد والمنطقة، فبذلك هذا الموضوع يمس كل الاتحاد الأوروبي. نحن نعلم للأسف يوجد هناك بعض الدول وخاصة الدول التي هي أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومن سابقا في أوروبا الشرقية هي تعارض أكثر الأفكار. يوجد التوتر الآن في الاتحاد الأوروبي، حتى مصير الاتحاد الأوروبي الآن يقف أمام معضلة كبيرة. الآن حتى اتفاق شنغن في خطر، نحن ما نخشاه أنه عن قريب سيتم ربما سحب الحدود مجددا، هناك سيتم الكنترول أو المراقبة على الحدود، يعني حتى الاتحاد الأوروبي يتقنى كما قلت بعد الأسبوع القادم سيكون هنالك ربما قمة استثنائية للاتحاد الأوروبي. طيب سيد جمال، ربما ما يشهده الاقتصاد الألماني حاليا من أنواع التباطؤ، هل من الممكن أنه يحد من حرية الحكومة في التعامل مع هذا الملف الخاص بأزمة اللاجئين أو المهاجرين، على الرغم من إعلان ألمانيا أنها على استعداد لاستقبال أعداد كبيرة ما يقرب من 1,000,000 لاجئ أو مهاجر مؤخرا؟ نحن نعلم حتى من الأهل الاقتصاد الألماني ربما أمام أزمة بسيطة، ولكن الاقتصاد الألماني الآن يمكن أفضل أيامه التي يمر بها. نحن الوضع الاقتصادي عندنا في ألمانيا ممتاز وأكثر من ممتاز. تصور نحن في العام القادم استوعبنا 1,200,000 إنسان من أوروبا الشرقية أجوا إلى ألمانيا، وهم لا يختلفوا عن اللاجئين الذين يأتون الآن، الذين يأتون من بلغاريا ومن رومانيا ومن هنغاريا ومن دول كثيرة، وكذلك كانوا يحتاجون إلى أن يتعلموا اللغة وأن يندمجوا في المجتمع. إذن عندما ألمانيا تستطيع أن تأخذ سنة 1,200,000 تستطيع أن تأخذ كذلك 1,000,000 لاجئ، ونحن الآن نعلم بأن اللاجئين السوريين الذين هاجرون إلى ألمانيا قسم كبير منهم هم من الطبقة المثقفة، من الطبقة التي تحمل الشهادات العلمية العليا، وهذا يحتاج الاقتصاد الألماني. إذن هو حتى من ناحية أخرى هو فائدة كبيرة للاقتصاد الألماني والمجتمع الألماني. ولذلك نرى بأن المجتمع الألماني حتى يستقبل المهاجرين السوريين يعني بملء أذرعه ورحته في كل محطات الاقتصاد في كل المدن، ولم يعرفوا الأزمة التي تمر بها سوريا وهم يحاول أن يقوموا بدورهم الآن. طيب سيد جمال، هناك بعض أيضا الأنباء التي ظهرت حول تلويح بفرض بعض العقوبات المالية على الدول التي سترفض العمل بنظام الحصص، إلى أي مدى من الممكن أن تطبق هذه العقوبات المالية بالفعل؟ هذه حتى في هذا المؤتمر الصحفي الذي بدأته قبل قليل مع رئيس جمهورية المنطقة والمستشارة الألمانية، والمستشارة الألمانية قالت
أن نحن لا نهدد بالعقوبات ولا نقوم بهذه العقوبات. نحن علينا أن نتضامن مع بعضنا البعض، علينا أن حل هذه الأزمة هي أزمة إنسانية، وعلينا أن نقوم بواجبنا، ونحن لا نستطيع في بعض الأحيان حتى قالت للمعارضة لها في داخل ألمانيا لا نستطيع أن ننتظر 12 ساعة ونفكر. والشيء المهم في هذا المؤتمر الصحفي الذي تفكر به ألمانيا هم قالوا ولأول مرة أن علينا أن نذهب إلى أسباب هذه الهجرة، علينا أن نتكلم مع الدول التي تقدر لنا اللاجئين، علينا أن نتكلم مع دول الجوار، علينا أن نتكلم مع تركيا ودول الجوار كلها لكي نحد هذه المسألة. يعني حتى أنا أجد الاستراتيجية الأوروبية أجد يعني عدم النضوج، أنت تريدين أن تجففي نهرًا وتبدأين في آخر النهر بتجفيفه وتتعلمين أين هو المنبع وأين هو المصدر. إذن علينا أن نذهب إلى المصدر لكي نجفف هذا النهر ولا نلعب ألعاب في آخر هذا النهر. جزيل الشكر السيد جمال قرسلي النائب السابق بالبرلمان الألماني متحدثا إلينا عبر سكايب من مدينة دوزلدورف الألمانية، شكرا جزيلا. برجع لحضرتك مره اخرى سيد فولكارد، ومساله العقوبات الحقيقه النقطه اللي اشار اليها السيد جمال انه هذه الازمه هي ازمه انسانيه في المقام الاول، ومن المهم انه يكون في نوع من تقارب بين الدول. تتفق مع هذا الرأي؟ انا بس انا لا اعتقد ان التهديد بعقوبات اقتصاديه يجب نتيجه، لان في نهايه المطاف لن تتم، لأن في مصالح أوروبية مشتركة أكبر من هذا. ولكن أخبار مثيرة، الإعلام الألماني الأول طبعا يجيب. لا أنا أعتقد فعلا في سوء فهم إلى يومنا هذا في الأوساط، المفروض أنها كنا معلومين أكثر. هنالك فرق بين استقبال والترحيب بمليون شخص، ولكن ميركل لم تقل ولم تقول أنها مستعدة أن توطن أن توطين لسنوات، أو جعلهم المليون اللي مواطنين ألمان، ولكن نستقبلهم، لا نقرشهم، نعمل معاملة سيئة، بالعكس نساعدهم، نسعفهم، نساعدهم. وعندما تتم الإجراءات تتم، الألمان بتوع الإجراءات يعني البيروقراطية زي المصريين، بس البيروقراطية ممكن تكون إيجابية في نهاية المطاف، فالكثيرون يستفيدون منها. ولكن أنا لا أتوقع أن مليون لاجئ أو مهاجر يستوطن في ألمانيا، وهذا غير مقصود. ولكن الواجب الإنساني يحتم علينا على كل الأوروبيين، أي دولة لما ناس هاربين يداسوا بحياتهم لا يمكن رفضهم، لازم أن نرحب بهم، نشوف أوضاعهم، نساعدهم بطرق يعني غير عادية. والحكومات في الولايات الألمانية 16 مختلفة تتحمل أعباء مالية كبيرة، والحكومة المركزية الاتحادية في برلين أيضا ده ممكن يأخذ وقت معين، يأخذ وقت كتير. طيب أنا سؤالي في نفس الوقت في حاجة مهمة برضو كمان، أصل هو على فكرة ارتباطا باللي حضرتك بتقول، وإحنا بنتكلم إنه هذه بتعتبر أزمة إنسانية وإنه لابد من استقبال لا يمكن يلوم ألمانيا. طيب هو ارتباطا بنفس السؤال، هل من الممكن إنه يكون هناك استجابة من قبل دول الاتحاد الأوروبي ل ما يطلق عليه بالتحالف الألماني الفرنسي فيما يتعلق بتخفيض المساعدات التي تقدم إلى أي دول بتغلق حدودها أمام هؤلاء المهاجرين؟ لا أرى ذلك. يعني ده أحد الفرضيات اللي ذكرت في هذا الموضوع. لا بس أنا لا أرى هذا لأسباب كثيرة. من ناحية تانية أنا موضوع مهم، في أمور كثيرة تتم في نفس الوقت اللي نناقش فيها هذه المسألة. المستشار ميركل قالت مثلا أنا ترحب أيام الترحاب بمساعدة واستعداد روسيا وبوتين في إيجاد حل سلمي لسوريا، الأمر الذي ترفضه أمريكا لأسباب كثيرة مفهومة، وهذا خلاف ألماني أمريكي موجود من فترة. ولكن في نفس الوقت
ألمانيا ترحب بمبادرة روسيا وكذلك تأييد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحل السلمي الذي ينادي به بوتين. مش لأنه بوتين غير بوتين، لأن لا يوجد حل حقيقي إلا حل سلمي. وأعتقد هذا لا يتعارض مع هذا الشيء، ولا يمكن حل مشكلة من هذا النوع إلا إذا وجدنا وسائل لتحقيق حل سلمي لكل الدول اللي فيها مشاكل من هذا النوع. نعم. اللي احنا بنشوفها. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيد فولكهارد فانفور رئيس جمعية المراسلين الاجانب القاهرة ومراسل لوسائل اعلامية المانية متعددة، جزيل الشكر لحضرتك على يعني هذا التحليل الواضح لهذه الازمة الخاصة بالمهاجرين واللاجئين، جزيل الشكر لحضرتك. والان نتحول الى الملف الاخر او المحور الثاني في حلقة اليوم من الاتجاه شمالا، نتحدث فيها عن الانتخابات المبكرة اليونانية التي تستقبلها اليونان تحديدا يوم الاحد المقبل. نتائج هذه الانتخابات التي تعد بمثابة استطلاع للرأي على شعبية حزب سيريزا اللي حقق أكبر نجاح له في انتخابات يناير الماضي. التفاصيل هنتابعها في هذا التقرير ونعود إليكم مرة أخرى. قبل أيام من الانتخابات التشريعية المبكرة في اليونان، ما زالت المنافسة على أشدها بين حزب سيريزا اليساري الحاكم وحزب الديمقراطية الجديدة المحافظ. استطلاع للرأي أوضح أن نسبة التأييد لحزب الديمقراطية الجديدة المحافظ في اليونان بلغت 27.5% متجاوزا حزب سيريزا اليساري، والذي بلغت نسبة التأييد له 27% قبيل الانتخابات العامة والتي تجرى الأحد المقبل. هذا الاستطلاع هو أول استطلاع يضع في الاعتبار رد فعل الناخبين على مناظرة مباشرة جرت الاثنين بين زعيمي الحزبين فانجليز ميماراكيس وإليكسيس تسيبراس. وفي أربع استطلاعات للرأي تقدم سيريزا حزب رئيس الوزراء السابق إليكسيس تسيبراس بفارق يتراوح بين 3% و 7% على حزب الديمقراطية الجديدة، فيما تعادل الحزبان في استطلاع خامس. وكانت فئة الشباب من أكبر الفئات تصويتا لحزب اليسار في الانتخابات الماضية على أمل الانتهاء من سياسة التقشف وإحداث تغيير في اليونان، ولكن سياسات تسيبراس الأخيرة جعلتهم يتراجعوا بشدة عن الإدلاء بأصواتهم له طبقا لاستطلاعات الرأي. وسرعت استقالة تسيبراس في 20 أغسطس الماضي من إجراء تلك الانتخابات بعدما واجهت انقسامات داخل حزبه ردا على توقيع اتفاقا مع دائني اليونان الأوروبيين لمواصلة برنامج التقشف في مقابل الحصول على قرض جديد. مشاهدينا الكرام، وصلنا بعد هذا التقرير إلى ختام حلقة اليوم من برنامج الاتجاه شمالا، تحية لكم وإلى اللقاء.